خلينا بقى من أجواء الاحتفالات، برضو في احتفالات تانية بتشهدها مصر إن شاء الله. النهاردة عندنا حدث مهم تتجه أنظار العالم لمدينة الغردقة، وتحديدا لمنطقة سهل حشيش، ترقبا لإقامة حفل الأفضل في أفريقيا بحضور شخصيات كروية شهيرة في أفريقيا والعالم. تم الانتهاء تماما من أعمال إقامة الحفل على مسرح إن شاء الله هيكون مسرح عائم على سطح البحر، وإقامة الحفل داخل مخيم ضخم جدا. تأهب كمان مطار الغردقة الدولي لاستقبال الضيوف، وتم تعليق لافتات ضخمة عليها أعلام الحفل، وكمان مقر الإقامة بمدينة الغردقة ولافتات ترحيب بالضيوف بشكل عام. خليني اقول لحضراتكم ان امبارح وصل اللاعب السنغالي ساديو ماني، ومن المنتظر ان شاء الله ان نجمنا تاجر السعاده محمد صلاح يجي النهارده. اما المنافس الثالث على الجائزه وهو الجزائري رياض محرز فاعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه مع نادي مانشستر سيتي. عندنا كمان الصور همت للافضل في افريقيا. يعني تاكيدا كده لكلامك يا هند، فخر العرب نجمنا المصري محمد صلاح كان فاز بالجائزه دي السنتين اللي فاتوا على التوالي 2017 2018، ويعني بنحلم كلنا وبنحلم معاه بتكرار الانجاز والتتويج الثالث على ارض مصر، على الرغم من ابتعاده عن المنافسه على لقب هداف الدوري الانجليزي هذا الموسم بعدما حافظ على انجازه في الموسمين السابقين. وكمان كان فاز مؤخرا بجائزه افضل لاعب في كاس العالم للانديه اللي توج بها فريق ليفربول الانجليزي بلقبها على حساب فلامينغو البرازيلي، كما اضاف لسيرته الذاتيه بطولتي دوري ابطال اوروبا والسوبر الاوروبي في الموسم المنصرم. يعني عايز اقول لك الناس كلها شايفه انه المنافسه فعلا ما بين محمد صلاح وساديو ماني، نظرا للاثنين عاليين قوي مع فرقته. دي حقيقه دي حقيقه فعلا يا محمد. وخليني اكمل كمان على كلامك واقول ان على صعيد المنافسه داخل القاره كمان تواجد نجمنا المصري طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك في القائمه القصيره للمنافسه على جائزه افضل لاعب داخل القاره، ومعاه كمان الثنائي الجزائري يوسف باليلي والتونسي انيس البدري ويعني طبعا كل التوفيق لنجمنا طارق حامد. طارق حامد من النجوم كمان المميزين جدا جدا جدا. كل تجهيزات بقى الحفله كله طبعا يعني منتظر، عايز يشوف كده الشكل هيطلع ازاي. تم دعوه حوالي 600 شخص بيمثلوا نجوم العالم في كره القدم بحضور طبعا او بيرقصهم رئيس الفيفا انفانتينو ورئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم احمد احمد. وانا واثق ان شاء الله انه الحفل هيكون الافضل، هيكون يعني حاجه فعلا فيها عنصر ابهار. عندك مدينه سياحيه في حجم الغردقه فما فيش كلام بعد كده. تاريخ المسابقه يعني اعتقد يعني جميل جدا، واحنا باذن الله قد الاستعداد وقد التجهيزات وان شاء الله نطلع بمستوى جميل جدا. والهم زي ما بقول لحضراتكم اقامته في الغردقه زي ما حضراتكم شايفين، مشهد جديد تقريبا يعني في تاريخ الكاف ما شافوش حاجه زي كده خالص. طبعا مدينه الغردقه يعني مدينه سياحيه من الدرجه الاولى، و نرجع كده نتفرج على جمال وسحر بلدنا من خلال احتفاليه بتنظمها الفيفا والكاف في آن واحد. يعني ان شاء الله كده نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري كده اللي مشرفنا في كل دول العالم محمد صلاح، وكمان نجمنا طارق حامد. وان شاء الله نتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه بقى الاحتفاليه الكبيره جدا والمهمه دي اللي هتقام على ارض مدينه الغردقه المدينه الساحره.